الاعمال 5% للاسر الاكثر احتياجا والاسر الموجوده في كافه قرى حياه كريمه. تمام، ونشكرهم ونشكر مجهود لكل وزاره التضامن الاجتماعي ومجلس التضامن الاجتماعي ومجلس قومي للمراه وكل الفاعلين في هذه المبادره. ونشكر السيد وزير الاوقاف اللي هو جمعيه المحافظه كل عام وانتم بخير. ونشكر الوزير المنيا على اهتمامه بمصلحه ابناء المنيا وعلى اهتمامه بمديريه اوقاف المنيا ومديريه التضامن الاجتماعي وبتعاوني وسعادته معنا ولا ينسانا ابدا. وكل عام وحضراتكم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الخليل المصطفى. اليوم الاربعاء السادس من ابريل سنه 2022 تسلمت مديريه اوقاف الغربيه ثلاثه اطنان من لحوم صكوك الاطعام لتسليمها الى مديريه التضامن الاجتماعي بالغربيه، وذلك لتوزيعها على الفقراء من الاسر الاولى بالرعايه. والله اسال ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم الاربعاء الموافق 6 من ابريل 2022 تم وصول 4 طن من لحوم صكوك الاطعام الى مديريه اوقاف الجيزه وقدرها 4 طن، وتم تسليمها الى مديريه التضامن بالعجوزه، وبذلك يكون مجموع ما وصل الى مديريه التضامن بالعجوزه 24 طنا، وكل عام وانتم بخير.